السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس السادس من دروس التعليق على كتاب صحيح السيرة النبوية لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والذي وضعه على كتاب السيرة النبوية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلت معكم إلى ذكر الآيات التي وقعت عند مولده صلى الله عليه وسلم، وتطرقت إلى ما ورد في الباب وما ذكره ابن كثير وبعض الفوائد، ثم وصلت إلى ما ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح، صحيح السيرة النبوية، في ما يتعلق برضاعته صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى قوله رحمه الله: ذكر حواضنه ومراضعه عليه الصلاة والسلام. وقبل الولوج في هذا أعود قليلا إلى الفصل الذي قبله، حيث قال شيخنا رحمه الله تعالى معلقا على قول ابن كثير: ذكر ارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران ورؤيا المبذان وغير ذلك من الدلالات. قال شيخنا: ليس فيه شيء، يعني لم يصح فيه شيء. وهذا كلام صحيح يوافق ويطابق الواقع، لكن هذا يجعلني لا أغفل الفوائد المتعلقة بهذا الفصل، ففيه بعض الأشياء التي نحتاج أن نقف عليها، ويحتاج طالب العلم أن يقرأ أو أن يعرف الحقيقة في هذا الباب، ليس باختصار بل بذكر شيء مفيد لا يتعارض مع الاختصار إن شاء الله تعالى. طبعا هذه القضية متعلقة بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمة متفقة على أن ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عظيم. لماذا؟ لأنه ميلاد رجل هو أفضل الخلق، وهو خاتم الأنبياء والرسل، وهو سيد ولد آدم. يعني ميلاده صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم، فليس الأمر سهلا. وقد ثبت في النصوص الصحيحة ما يبين عظم شأن مولده صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر، وهو وقوع ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من أحداث عظيمة في ملك كسرى، لا يستبعد، يعني ليس أمرا غريبا أو منكرا، فإنكاره لا وجه له. يعني الإنسان يقول لا لم يحصل، هذا لا ندري عنه، لم يثبت ولم ينفى. وجود أمور أعظم من هذه حصلت، ولكن هذا الأمر بعينه هل صح أو لا، هذا هو موضع النظر. يعني نحن مع معرفتنا بمقدار النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الكتاب والسنة، ومع تبجيل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا نحتاج إلى الأكاذيب والموضوعات. لكن هل الذي ورد أكاذيب وموضوعات؟ هذا هو الذي أردت أن ألفت الانتباه إليه. ثم أمر صحيح وارد في الباب عن ابن عباس نريد أن نعرفه ما هو. طبعا القصة هذه مدارها أو لها طريقان. ورد لهذه القصة لحدوث شأن عظيم لملك كسرى لما ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الميلاد، أنه حصل أمور عظيمة في ملك كسرى. هذا الأمر ورد له طريقان. الطريق الأول مداره على الحافظ الثقة علي بن حرب
قال حدثنا أبو أيوب يعلى ابن عمران من آل جرير بن عبد الله البجلي قال حدثني مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه اللي هو هانئ المخزومي قال وأتت عليه 50 و100 سنة. هذا الرجل ذكر القصة، أين الخلل في هذا الإسناد؟ هذا الإسناد فيه أولا أبو أيوب يعلى بن عمران هذا مجهول، وشيخه مجهول، وشيخه مجهول، ولا يصح أن يكون صحابيا. إذن هذا الإسناد مداره على مجاهيل، ولكن لم يرموا بالوضع ولا بالكذب، يعني ما حد اتهمهم بأن هذه القصة كذب أو أنه وضع بسبب هذه القصة في الكذابين. هذا الطريق الأول الذي ينبغي لطالب العلم يعرفه، رواه الخرائطي في هواتف الجنان، ورواه غيره كثيرون من المحدثين رووا هذه القصة، مثل النقاش في فنون العجائب، وكذلك أبو نعيم في دلائل النبوة، وكذلك البيهقي وقوام السنة، الأصبهاني صاحب الحجة في كتابه أيضا دلائل النبوة، وكذلك قبلهم أيضا الطبري في تاريخه أورد هذه القصة، والخطابي في غريب الحديث. يعني القصة تداولها العلماء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي فيه يعني أو الإسناد الثاني الذي ورد فيه هو رواه عبدان في كتاب الصحابة، يعني هذا ذكره الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة، لأن العلماء اختلفوا في رجل اسمه بشر ابن تيم، في بشير ابن تيم هكذا، بشير بفتح الباء ابن تيم. فهذا بشير ابن تيم ذكره ابن أبي شيبة في الصحابة كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، وعلق عليه أن هذا بشير ابن تيم ليس من الصحابة، وإنما هو شيخ مكي يروي عن التابعين عن عكرمة وغيره، وأدركه سفيان الثوري، فليس هو بصحابي، إذن هو تابعي وليس مرميا بالكذب، هذا اللي هو بشير بن تيم، وترجمه غير واحد عن عكرمة وأنه من شيوخ سفيان ابن عيينة. ما هو وجه الدلالة في هذا الكلام؟ ذكر الحافظ بن حجر قال ولبشير بن تيم خبر آخر مرسل ذكره بسببه عبدان، يعني المروزي، عبدان المروزي، فأخرج من طريق سعيد بن مزاحم عن معروف بن خربوذ عن بشير بن تيم قال لما كان ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم رأى مبذان كسرى خيلا وإبلا قطعت دجلا، القصة بطولها. وهذا أيضا ذكره الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق بدون ما يذكر الإسناد إلى معروف، قال ورواه معروف بن خربوذ عن بشير بن تيم بطوله، أو يعني ذكر نحو هذه العبارة. عبدان يروي عن قتيبة بن سعيد، طبعا كتاب عبدان في الصحابة غير متوفر لدينا، لكن بالرجوع إلى ترجمة سعيد بن مزاحم نجد أن هذا الراوي تفرد بالرواية عنه قتيبة بن سعيد، سعيد بن مزاحم تفرد بالرواية عنه قتيبة بن سعيد البغلاني الإمام الثقة المعروف. فقتيبة بن سعيد روى وحده عن سعيد بن مزاحم ابن أبي مزاحم القرشي الأموي مولاهم مولى عمر بن عبد العزيز، فهذا الرجل فيه جهالة كما ترون، تفرد عنه قتيبة بن سعيد. قال الحافظ الذهبي في الميزان ما وجدت أحدا روى عنه سوى قتيبة. إذن هذا الرجل سعيد بن مزاحم مجهول، تفرد عنه قتيبة، فيما يظهر لي أن عبدان وهو من تلاميذ قتيبة
يكون روى هذا في ظني طبعا فيما يظهر لي، وكتاب عبدان مفقود، لكن فيما يظهر من السياق وبما ذكره الحافظ بن حجر أن ومن ترجمة سعيد بن مزاحم أن عبدان رواه عن قتيبة بن سعيد عن سعيد بن مزاحم هذا عن معروف بن خربود عن بشير بن تيم. هذا الإسناد ضعيف. ما سبب ضعفه؟ فيه علتان. الأولى جهالة سعيد بن مزاحم، هذه العلة الأولى. العلة الثانية الإرسال، وهذا من التابعين أو من أتباع التابعين الذي هو وأقرب إلى التابعين الذي هو سعيد بشير بن تيم. فبشير بن تيم هذا تابعي أكبر ما يقال، فالرواية مرسلة أو معضلة. لكن يدل هذا على أن القصة أصلا يعني غير مكذوبة، يعني هذا سعيد المزاحم لا يروي الكذب، لم يجرحه أحد، إنما هو في حيز الجهالة، وهذاك طريق ثاني ليس فيه أحد مرمي بالكذب. فكون القصة لها هذان الإسنادان يدل على أن هذه القصة ليست مكذوبة، لها أصل. أن القصة لها أصل، ولكن يظهر أن يعني ليس الأصل يرفعها إلى درجة الحسن، وإنما تبقى في حيز الضعف لا في الوضع والكذب، والله أعلم. هذا الأمر الأول الذي أردت بيانه حتى أختصر الفائدة على طلاب العلم، يعني طالب العلم يحتاج وقت ليبحث، فأنا سهلت عليك. في هذه القصة أنه لما حصل هذا الأمر، يعني ماذا حصل؟ المبيذان الذي هو يعني القصة هذه حصلت، ماذا حصل؟ يعني ماذا حكي فيها؟ أنه ليلة ولد الرسول عليه الصلاة والسلام تحرك الإيوان حق كسرى، وسقط منه اللي هو من هذا القصر 14 شباك شرفة مرتفعة، والنار خمدت ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة، في بحيرة ما غاضت، وراح صاحب يعني الإمارة أو شيء رأى إبلا تقود خيلا عرابا، الإبل تقود يعني الإبل كناية عن الأعراب أو العرب، قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهم. وهذا حصل فيما بعد. فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك، هذه رؤية، وإضافة إلى ما حصل من أمور حسية ذكرت في القصة هذه. ثم حكى لهم هذا الأمر، ويعني صار هناك استنفار، وكتبوا إلى ملوك الحيرة من المناذرة الذين هم موالين للفرس، فراحوا سألوا كاهنا من الكهان يقال له سطيح، سطيح، والذي أشار عليهم بذلك عبد المسيح بن عمرو الذي هو كان أمير الحيرة، وهو الذي صالح خالد بن الوليد رضي الله عنه عليها. فهذا عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة هو يعني ذكر في هذه القصة أنه ذهب إلى سطيح وسأل هذا الكاهن يسأله عن القصة، كلام طويل وأشعار وأمور مثل الألغاز. فهذا الأمر يعني فيه قصة سطيح. طبعا هذا الرجل الذي اسمه سطيح حوله كلام كثير، ومعظم ما ورد فيه من هذه الأساليب الضعيفة، لكن هناك أثر ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى مختصرا، وهو موجود بطوله في عدة كتب، والأثر إسناده صحيح أو على الأقل حسن، عن ابن عباس موقوفا من قوله. ما هو هذا الأثر؟ طبعا الحافظ بن كثير قال وروي عن ابن عباس أنه قال لم يكن شيء من بني آدم يشبه سطيحا. هذا كلام الحافظ بن كثير ضمن ما يتعلق بارتجاج إيوان كسرى. إنما قال إنما كان لحما على وضم، يعني أنه عظم هش رقيق أو لا يكاد يكون عظم، كأنه يعني خفيف جدا.
قال ليس فيه عظم، يعني كأنه يعني كأنه لحم فقط. قال ليس فيه عظم ولا عصب إلا في رأسه وعينيه وكفيه، وكان يطوى كما يطوى الثوب من رجليه إلى عنقه، ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه. ثم ذكر ابن عباس أنه قادم مكة فتلقاه جماعة من رؤسائه. هذا كل كلام الحافظ ابن كثير رواية لأثر ابن عباس. هذا الأثر خرجه أبو نعيم في الدلائل، والنقاش في عجائب في فنون العجائب من طريق وغيرهما من طريق سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل. قال حدثنا إسماعيل بن عياش، معروف إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين روايته قوية، إذا روى عن غيرهم روايته ضعيفة. عن يحيى بن أبي عمرو السيباني وهو شامي، يعني هذا من قوي حديث ابن عياش. عن عبد الله بن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز ثقة، قال أتى رجل ابن عباس، إسناده متصل جيد، لكن تبقى إشكالية واحدة عند طلاب الحديث يفهمون فهما جيدا، وهو أن إسماعيل بن عياش رماه ابن معين بالتدليس، أشار وذكر هذه الإشارة ابن حبان في الثقات فيما أذكر، ولم يرمه أحد من المتقدمين ولا من العلماء المشهورين بالتدليس، لكن قد ذكر فيه هذا الأمر ولكنه ليس مكثرا منه. فهذا الإسناد يعني لو تشدد إنسان وأراد أن يضعفه فيستطيع أن يضعفه بعنعنة إسماعيل بن عياش عن شيخه الشامي يحيى بن أبي عمرو السيباني بالسين ليس الشيباني. ولكن الذي يظهر لي أن إسناده حسن، ولأن تدليس إسماعيل من أندر التدليس، وهذا من حديث أهل الشام، فهذا الحديث إسناده حسن إلى ابن عباس. فقال ابن عباس بلغنا هذا واحد، أتى رجل ابن عباس فقال بلغنا أنك تذكر سطيحا تزعم أن الله عز وجل خلقه ولم يخلق من ولد آدم شيئا يشبهه. قال نعم، إن الله عز وجل خلق سطيحا الغساني، الغساني من غسان، والغساسنة هم من سبأ، من أبناء سبأ، وهم الذين تشاءموا يعني ذهبوا إلى الشام، ممن ذهبوا للشام وكون مملكة، وكانت هذه المملكة موالية للروم، يعني اثنين من أبناء سبأ، واحد راح إلى الحيرة وهم المناذرة، واحد راح إلى أرض الأردن فسووا مملكة الغساسنة، فصار هناك مملكتان من العرب، المناذرة في الحيرة، الحيرة وين؟ قريب من الكوفة في العراق. فكانت تلك المملكة مملكة المناذر، المناذرة عربية لكن موالية لمين؟ للفرس المشركين عبدة النار المجوس. وكان الغساسنة عربا من سبأ، أصلهم من اليمن، موالين للروم وكانوا على دين النصارى. وتعرفون في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر كعب وصاحبيه، فهنا جاءه رجل من الأنباط من التجار، أتى إلى المدينة ومعه كتاب من ملك غسان إلى كعب بن مالك فيه أنه قد بلغنا. شوف سبحان الله، هؤلاء الكفار إيش يفعلون؟ يستغلون الفرص. فجاء ملك غسان، شوف ملك غسان في الأردن مرسل رسولا جاسوسا إلى كعب بن مالك وهو صحابي شاعر مشهور، يريد أن يقلبه على محمد صلى الله عليه وسلم، على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة، هذا في غزوة تبوك، بعد غزوة تبوك، يعني هذا بعد ما راح النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ودوخ وخوف الرومان وخوف عملائهم، هذا انتهز الفرصة الخبيث بعد هذا الصلح، فأرسل إليه بعد غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم صالح مجموعة من الملوك أو من الأمراء،
من الكفار، عامل أيلات ودومة الجندل وكذا. المهم أرسلوا رسالة، بلغنا أن صاحبك قد جفاك. شوف كيف، سبحان الله، بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله عز وجل في يعني مضيعة وكذا، نسيت اللفظة. قال فالحق بنا نواسك. الله أكبر. يعني مثل الآن ما تفعل هذه الملعونة، كندا ولا أستراليا ولا أمريكا، لما يصير واحد من البنات تريد تتمرد على دينها وعلى أهلها، مباشرة يستقبلوها ويجعلوا لها، شوف الخبث، يعني هذا قديم، أجدادهم النصارى من زمانهم يسووا هذه المشاكل، ودائما في حرب لأهل الإسلام. المهم، فهنا ملك الغساسنة وين؟ في الأردن. وطبعا كان هناك قبائل أخرى من قبائل من سبأ، طبعا تفرقوا بعد دمار سد مأرب، وحصل هناك طسم ولخم وجذام، لخم وجذام، مجموعة يعني من العرب كانوا في فلسطين والأردن وجزء من سوريا والعراق، كل هذه كانت مليانة من العرب من زمان قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على بعض عملاء اليهود ممن يزعمون معرفة الأنساب ومعرفة العرب، الذين يزعمون أن العرب فقط لا يوجدون إلا في جزيرة العرب، وأن أصل الشاميين كلهم أروام، أو أنهم عبيد، أو أنهم يعني ينتسبون إلى العجم ودخلوا استعربت ألسنتهم. هذه كلها أفكار زنادقة. وإلا فالعرب الحمد لله وصلوا إلى الأندلس، قبائل عربية كبيرة وصلت الأندلس ونشرت العلم وملكوا. الأمويون بني أمية أعمامر يعني أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، عثمان بن عفان رضي الله عنه بني أمية، ويلتقون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأجداد في قبل يعني قريش، ومع ذلك ملكوا في الأندلس، صاروا ملوك، والملوك جو الناس بقبائلهم. يعني ليس فقط في الأردن ولا فلسطين ولا سوريا، العرب وصلوا إلى أسبانيا والبرتغال، وصلوا إلى الأندلس، وصارت قبائل، ما هو عبيد. معاوية بن أبي سفيان بني أمية، حكومة بني أمية، وين عاشوا؟ في سوريا، دمشق كانت عاصمة دولة بني أمية. العباسيون اللي هم هاشميون، أبناء العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ملكوا العراق وملكوا الدنيا، الدولة العباسية مقرها كان فين؟ بغداد. فالعراق امتلأت من العرب من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن العرب منتشرون في كل مكان. فيجي يقول لك واحد جاهل خبيث لا يوجد عرب إلا في جزيرة العرب، والذين في الشام والذين في مصر والذين في كذا كلهم بقايا يعني رومان وبقايا نطف الرومان وكذا، هؤلاء أشبه بالزنادقة، هؤلاء خبثاء جهال. وهذه أفكار يهودية قالها بعض الباحثين اليهود، لأنهم يريدون أن ينفوا صلة العرب بهذه المناطق. ليش تطالبوا بها؟ هي ليست العرب. المهم هذه خطط انتبهوا لها. فهنا هذا سطيح من غسان، الشاهد من هذا الكلام أن سطيحا من الغساسن هو غساني. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل خلق سطيحا الغساني لحما على وضم، والوضب شراح من جريد يعني رقيقة، وكان يحمل على وضمه يعني برضو شريحة من جريد، أو يحمل على وضمه فيؤتى به حيث يشاء، ولم يكن فيه عظم ولا عصب إلا الجمجمة والكفين، وكان يطوى من رجليه إلى ترقوته. طبعا هذا الكلام قد يستغربه بعض الناس، لكن لا يستغرب، لأن لله في خلقه شؤون. وقد رأينا الآن إلى الآن موجود بعض الناس يستطيع أن يطوي جذعه ورجله، يسوي فيه حركات غريبة. بعض الناس قد يكون عظامه فيه من الليونة شيء عجيب، فهذا أنا لا أستغرب مثل وجود مثل هذا يعني على هذه الخلقة. قال كما يطوى الثوب، ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه. فلما أراد الخروج إلى مكة حمل على وضمه، فأتي به مكة، فخرج إليه أربعة من قريش
عبد شمس وعبد مناف ابن قصي والأحوص بن فهر وعقيل أو عقيل ابن أبي وقاص إلى آخر القصة، فيها عجائب وفوائد ترجع إليها. يعني من أراد الاستزادة ويتكلم هو كاهن، هذا الرجل ليس بمسلم وليس بنبي، ليس بمسلم وليس بنبي، وإنما هو كاهن. والكهان قد يكون لهم رأي من الجان، وتأتيهم أخبار من يعني من خبر السماء، وقد يكون أخذها من بعض أهل الكتاب مما هو ثابت في كتبهم مما لم يحرف، والله أعلم. المهم هذا هو باختصار سطيح، ومن أراد أن يقرأ تفاصيل الخبر موجود عند ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وكما أشرت إليكم أشرت إلى من أخرجه. هل هناك فائدة أخرى حول سطيح؟ نعم. قال الحافظ ابن كثير: وروى ذلك، يعني قصة سطيح، الحافظ ابن عساكر، ثم أورد ذلك المعافى بن زكريا الجريري. هذا المعافى بن زكريا متقدم على الحافظ بن عساكر، والحافظ بن عساكر نقل كثير من المعلومات في هذا الموضوع من المعافى بن زكريا. قال المعافى بن زكريا: وأخبار سطيح كثيرة، وقد جمعها غير واحد من أهل العلم. قال الحافظ بن كثير، قال المعافى أيضا: والمشهور أنه كان كاهنا، وقد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نعته ومبعثه. ما زال الكلام لمين؟ للمعافى بن زكريا، وهم العلماء. قال: وروي لنا بإسناد الله به أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سطيح فقال: نبي ضيعه قومه. قال الحافظ ابن كثير: قلت: أما هذا الحديث فلا أصل له في شيء من كتب الإسلام المعهودة، ولم أره بإسناده بإسناد أصلا. هذا كلام مين؟ الحافظ ابن كثير، تعقيبا على ما أورده المعافى بن زكريا، وكذلك عنه ابن عساكر في التاريخ، تاريخ دمشق. قال: ويروى مثله، يعني مثل ما حصل، مثل ما ورد في سطيح النبي ضيع قومه، قال: ويروى مثله في خبر خالد بن سنان العبسي، برضو عبسي، ولا يصح أيضا. إذن عندنا رجلان قيل فيهما نبي ضيعه قومه، الأول اسمه خالد بن سنان العبسي، وهذا خالد بن سنان العبسي وردت روايات عديدة في موضوعه وكلها ضعيفة. أما سطيح وهو الرجل الثاني من عبس أيضا أنه نبي ضيعه قومه، فهذا يقول الحافظ ابن كثير لا أصل له في كتب الإسلام المعهودة. وكذلك نقل كلامه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة. طبعا شيخنا الألباني لم يجد هذا الحديث مسندا، لأنه ما كان موجود في كتاب مطبوع في ذلك الوقت. الحافظ بن كثير أنا أتعجب كيف فاته هذا، أو الحافظ نفسه بن عساكر، وهو موجود عندهم كتاب فنون العجائب للنقاش، وهو من الحفاظ أبو سعيد النقاش، كتاب موجود، لكن نحن الآن كون الموسوعات هذه موجودة أمامنا وبنقرأ يعني زر، ما شاء الله بيطلع لك ماذا؟ معلومات كثيرة. هذا طبعا لم أجده إلا عند النقاش في فنون العجائب رقم 73 صفحة 92. قال: أخبرنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد ابن الحمصي، هكذا. قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية بن الوليد عن عتبة بن عبد الله بن خالد بن معدان عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سطيح، قال: نبي ضيعه قومه. قال بقية بن الوليد راوي الإسناء في الإسناء، واسم سطيح
نعيم بن ربيعه ابن مسعود من بني الذئب، بطن من غسان من الازد. قال الشيخ ابو سعيد رحمه الله اللي هو النقاش: خالد بن معدان ليس بصحابي. ايش معنى ليس بصحابي؟ يعني هذا مرسل. طيب، نحن الان عرفنا ان هناك حديث ورد بالسند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه وصف سطيح بأنه نبي ضيعه قومه، وهذا إسناد ضعيف جدا. ليش ضعيف جدا؟ أولا شيخ الطبراني، طبعا هذا اللي هو النقاش، روى عن سليمان بن أحمد الطبراني. شيخ الطبراني اسمه إبراهيم ابن محمد ابن الحمصي، ابن عرق أو عرق الحمصي، ذكره الحافظ الذهبي في الميزان وتبعه الحافظ ابن حجر في اللسان، لسان الميزان. قال ابن الذهبي: شيخ الطبراني غير معتمد، يعني ضعيف. ليش؟ قال: حدثنا الطبراني يقول عنه حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير عن كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يخرج المهدي وعلى رأسه ملك ينادي، هذا المهدي فاتبعوه. قال: فالمعروف بهذا الحديث هو عبد الوهاب بن الضحاك، يعني المتروك، لابن نجدة الثقة، يعني هذا من أغلاط إبراهيم الحمصي. وعلى كل هو مجهول، ومع جهالته روى هذا الحديث المنكر الذي ذكره الحافظ الذهبي إضافة إلى هذا الحديث المنكر الذي عندنا. الأمر الثاني في إسناده بقي بن الوليد عن عتبة، وهذه العنعنة من بقية ليست مقبولة لأنه كثير التدليس. وقال علي بن مسهر: حديث بقية كن منها على تقية فإنها ليست نقية، لكثرة تدليسه وخاصة عن المجاهيل وعن الضعفاء. شيخه هنا عتبة ابن عبد الله بن خالد المعدان مجهول العين، لم يروي عنه سوى بقية. إذن عندنا مجهول عين إبراهيم الحمصي، وهذا شيخ بقية عتبة ابن عبد الله، وأبوه عبد الله بن خالد بن معدان مجهول الحال، روى عنه اثنان كلاهما فيهما جهالة. وجده عبد خالد بن معدان إمام جبل ثقة تابعي، فخبره مرسل. إذن كم علة عندنا في الإسناد هذا؟ خمس علل. هذا الحديث فيه خمس علل إسنادية: جهالة إبراهيم الحمصي، وتدليس بقية، عنعنة بقية، وجهالة عتبة، وجهالة أبيه، وإرسال جده، خمسة. إضافة إلى النكارة المتنية أنه جعل سطيحا نبيا، وهذا منكر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في ليس بينه، قال عن عيسى: ليس بيني وبينه نبي. وهذا يؤكد نكارة هذا الرجل. هذا الحديث الثاني في خالد بن سنان، أيضا خالد بن سنان لا يصح فيه هذا الحديث. وهذا الحديث عن خالد بن سنان العبسي: ذاك نبي ضيعه قومه، خرجه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة، وبين أنه ضعيف. طبعا ورد هذا الحديث عن خالد بن سنان مرسلا ومتصلا، ورد مرسلا إلى سعيد بن جبير، وإسناده إلى سعيد بن جبير صحيح. عجيب، هذا من العجائب، وهذا لم يقف عليه شيخنا الألباني رحمه الله، لأن كتاب يعني مصنف بن أبي شيبة تأخرت طباعته، فلعله خرجه قبل أن يطبع الكتاب. فقد قال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن سالم ابن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير قال: جاءت ابنة خالد بن سنان العبسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بابنة أخي، مرحبا بابنة نبي ضيعه قومه. إذن هذا الحديث
يعني أقوى إسناد ورد فيه هذا الإسناد، وهو صحيح إلى سعيد بن جبير لكنه مرسل، فقد يكون سعيد بن جبير أخذه من بعض الضعفاء أو من بعض المجاهيل، فهذه القصة لا تصح، والمتن منكر، والمتن منكر. إذن هذا الإسناد ما علته؟ فقط علته الإرسال. طيب، هل هناك من رواه أيضا بهذا الإسناد غير ابن أبي شيبة؟ نعم، ابن شبة، مش شيبة، شبة، في تاريخ المدينة. تاريخ المدينة لابن شبة رواه من طريق الحميدي، عن الحميدي مباشرة، قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن سالم بن الأفطس، هكذا عينه، قال سمعت سعيد بن جبير يقول ما سبق ذكره عن ابنة خالد بن سنان. هذا الإسناد إذن ضعيف لإرساله. هناك أيضا طريق آخر ضعيف، وهو مجالد، مجالد ابن سعيد، فلعله وهما بدل ما يروي عن سعيد بن جبير رواه عن الشعبي. كذلك ورد متصلا، يعني هذا المرسل ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن رواه عن ابن عباس موصولا رجلان، رجل كذاب ورجل أدخل عليه كذاب، أدخل عليه أحاديث رجل كذاب. أما الأول فهو معلى ابن مهدي، متهم بالكذب، وقال أبو جعفر العقيلي عندهم يكذب، عندهم يكذب، وبعضهم قواه، لكن قال أبو حاتم الرازي شيخ يأتي أحيانا بالمناكير. هذا معلى ابن مهدي رواه عن أبي عوانة عن أبي يونس عن عكرمة عن ابن عباس، إسناد صحيح، لكن هذا فيه الآفة، صاحب المناكير الذي هو معلى ابن مهدي. هناك إسناد آخر رواه عن سالم بالأفطس، طبعا سفيان الثوري رواه عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مرسلا، لكن رواه قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقيس بن الربيع هذا أدخل عليه أظن يعني ابنه بعض الأحاديث المكذوبة فرواها على أنها من حديثه ابنه، فلعب في بعض الأحاديث وكذبها، أو وصل مثل هذا مثلا الأصل في أنه مرسل، فابنه زاد بن عباس وقال له يلا اروي، وهو كان قد كبر واختلط، فلذلك يعني ضعفه العلماء، وهذا يدل على أنه ضعيف لأنه مرسل أصلا. لذلك قال البزار لما روى هذا الحديث من طريق قيس بن الربيع، قال وهذا الحديث رواه الثوري عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير مرسلا، وأسنده قيس، ولم نسمع أحدا يحدث به عن محمد بن الصلت إلا يحيى بن معلى، وإنما يحفظ هذا الحديث من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن ابنة خالد بن سنان دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنة نبي ضيعه قومه، طبعا والكلبي كذاب، ويسمى هذا الإسناد سلسلة الكذب، كما يقال مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب، هذا سلسلة الكذب، لأن الكلبي كذب على أبي صالح، وقيل أن أبا صالح أيضا لما هو خرف باسمه باذام كذب على ابن عباس، كذب على ابن عباس أنه خرف وصار يأتي بالتخاريف، فهذا من التخاريف عموما. فهذا الحديث لا يصح ولا يصح له أي وجه. طيب، إذن هنا وروي طبعا له إسناد آخر من طريق، هذا آخر إسناد أذكره، من حديث عمارة ابن حزن ابن شيطان، هكذا اسمه عمارة بن حزن ابن شيطان، هذا روي عنه بالسند المتصل أنه قال هذا الكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن في الطريق إليه أبو محمد القرشي مجهول، أبو محمد القرشي مجهول، هذا إذن إسناده ضعيف والحديث منكر. طيب، إذن هذا ما يتعلق، وقد خرجه شيخنا الألباني في الضعيفة
رقم 281، رقم 281. طيب إذن هذه الفائدة الثالثة المتعلقة بسطيح أنه لا يصح فيها أنه نبي، وهذا الحديث إسناده موجود عند النقاش في فنون العجائب، وإسناده كما ذكرت لكم معلول شديد الضعف، وهو مشهور من حديث خالد بن سنان عن خالد بن سنان، ولكن مع هذه الشهرة هو أيضا لا يصح، بل هو منكر، بل هو منكر. وقد قال شيخنا الألباني في آخر تخريجه: قلت ومع ضعف الحديث عن خالد بن سنان أن النبي ضيع قومه، قال فإنه معارض كما قال الهيثمي للحديث الصحيح: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، الأنبياء إخوة لعلات، وليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري في صحيحه ومسلم. هكذا قال شيخنا الألباني، وهو كلام متين، والله أعلم. نعم. قال الحافظ ابن كثير: وظاهر هذه العبارات، يعني قصة صطيح بما ذكره ابن عباس، فيها روائح التصديق، لكنه لم يدرك الإسلام كما قال الجريري. ثم ننتقل إلى ما ذكره الحافظ ابن كثير، قال: ذكر حواضنه ومراضعه عليه الصلاة والسلام. شيخنا الألباني رحمه الله تعالى بدأ مباشرة بقول أخرجه البخاري ومسلم، أخرج البخاري ومسلم عن أم حبيبة إلى آخره، لكن قبل هذا ذكر الحافظ ابن كثير جملة نقف عندها سريعا. قال رحمه الله: كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه، وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام من أبيه، فلما كبر أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنهم. قال: وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام مولاة عمه أبي لهب ثويبة قبل حليمة السعدية. ثم ذكر قال، وهو الدليل على هذا الأمر، أخرج البخاري ومسلم، وهنا موجود كلام شيخنا الألباني رحمه الله. قال رحمه الله، وأنا أقرأ الآن من كتاب شيخنا صحيح السير النبوية صفحة 15، الصفحة 15، قال: أخرج البخاري ومسلم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان، يعني تزوج معايا أختي. وفي رواية مسلم قال: ولمسلم عزة بنت أبي سفيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ قلت نعم، لست لك بمخلية. علق شيخنا رحمه الله على قوله بمخلية، اسم فاعل من الإخلاء، أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة، يعني لست لك بمخلية، يعني لست زوجتك الوحيدة، في غيري، فإذا كان في غيري خلي أختي أو لا. قال: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك، طبعا في السؤال الأول لما قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك، يعني هذا السؤال، لأنه هذا غريب، النساء في العادة لا يردن الضرة، وبين الضرة أو بين الزوجة والزوجة دائما مشاكل، فكونها تعرض أختها فهذا تعريض للنفس للمشاكل، يعني قال: أو تحبين ذلك. فهي بررت هذا الطلب بماذا؟ بأنك يا رسول الله تتزوج أصلا علي غيري، فخلي أختي تشاركني في الخير، وهذا من نفسها الطيبة رضي الله عنها. وهذا يحصل من بعض النساء، أن يعني تحب الخير لصاحبتها وترى من زوجها أهلية لذلك فتخطبها لزوجها، وهذا يعني أندر من النادر. وفي كثير من الأحوال يدخل الشيطان، وبعد ما تكون صاحبة لها أعز الأصحاب يصير ألد الأعداء. للأسف الشيطان لن يترك الناس في حالهم. طيب،
قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. ما يحل يتزوج أختك لأنه أن تجمع بين الأختين. قالت فإنا نحدث. طب ليش يعني قالت الأم نحدث شيء قريب من هذا؟ قال فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. وفي رواية درة اسمها درة بنت أبي سلمة. درة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة أم سلمة اللي هي زوجة أم سلمة بنتها؟ قلت نعم. يعني شو سبحان الله صار في شائعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوج من بنت في حجره أو حجره، فظنوا أن هذا الأمر يتعدى حتى للأختين، يعني ممكن استثناء للرسول عليه الصلاة والسلام كما استثني من العدد، فالناس ما يجوز لهم يتزوجوا أكثر من أربعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له زيادة، فظنوا أنه يمكن أن يكون هناك استثناءات للنبي عليه الصلاة والسلام من الجمع بين الأختين ومن أن يتزوج الربيبة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه هذا لا يحل له هو كغيره في هذا، فبين أن الجمع بين الأختين حرام عليه صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذكرت له قضية الربيبة قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري أو حجري، يجوز هذا وهذا، كما قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، جمع حجر، فالحجر يعني اللي هو بجمع الثوب عند رجلين، لما تحط الأم طفلها في حجرها أو في حجرها الأمر فيه سعة بين فتحها فتح الحاء وكسرها. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، يعني حتى لو كانت ليست ربيبة هذا مانع من زواجي منها، أيضا هناك مانع آخر. قال إنها يعني هذه التي هي درة لابنة أخي. من أخوه؟ أبو سلمة، أخوه من الرضاع، لابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن أو فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. إذن هذا هو الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أرضعته رضاعة صحيحة تامة ثويبة، وهذه ثويبة كانت خادمة وجارية عند أبي لهب عمه صلى الله عليه وسلم الذي نزلت فيه السورة. فأبو لهب عمه طبعا كان يحب محمدا صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يعني أبو لهب وأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أن ولد إلى أن صار عمره 40 سنة ما كان بينهم وبينه مشكلة، أعمامه كانوا يحبونه ويحنون عليه، خاصة مثلا العباس أبو طالب حمزة، هؤلاء أعمامه، حتى أبا لهب حتى أبو لهب كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام من صغره إلى أن شب، ما عنده مشكلة. الذي فرق بينهم الدين، والدين أبو لهب ما يريد هذا الدين، وفي سبيل الشرك عاد الناس اللي هم من أحب الناس إليه، ابن أخيه، وصار يؤذيه رغم أنه عمه، عم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن خلاص الدين. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقله وفي صدقه وفي أنه مسحور وفي أنه كذاب وأنه مجنون. لماذا؟ لأنه دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى عبادة الله وحده، إلى تعظيم الرب عز وجل، إلى تصحيح العقيدة، الرجوع إلى عقيدة إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم حنيف التي كان عليها أهل مكة، التي عليها كان الأجداد حقيقة، أجداد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبدل عمرو بن لحي الدين، كانوا على الحنيفية، على الإسلام قبل الشرك الذي طرأ عليهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا، فحصل منهم ما حصل. فأبو لهب كان عنده ثويبة، وهذه ثويبة أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، ولما يعني أبو لهب أعتقها
يعني أعتق ثويبة، أكرمها. فقال زاد البخاري، قال حافظ هنا، قال شيخنا أيضا، قال عروة، زاد البخاري في صحيحه، قال عروة يعني من الزبير، وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الهامش الشيخ الألباني اختصر الرواية التي ذكرها الحافظ بن كثير، قال رحمه الله في الهامش: قلت وتمامه في الأصل، يعني في كتاب ابن كثير، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة، المحفوظ بشر حيبة، بشر حال، وورد في بعض النسخ بشر خيبة، ولكن الأشهر وبعض العلماء قال هذا تصحيف بالخاء، الأشهر هو بشر حيبة بالحاء، وهذا الموجود في صحيح البخاري المطبوع والمعتنى به والذي عليه الشراح، بشر حيبة بالحاء، صححوها. فقال له: ماذا لقيت؟ انتبهوا، الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح أورد هذه بعد ذكر الحديث من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع بإسناده عن عروة، ولما ذكر الحديث قال عروة استكمال، قال: فلما مات أبو لهب، لما مات أبو لهب، قيل إنه مات يعني بعد بدر أو قبل بدر، يعني بعد الهجرة، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، يعني بعض أهله وأقاربه رأوه في المنام، من هؤلاء الأقارب لم يذكروا، وزعم السهيلي أنه العباس، ولم يثبت هذا في شيء من الروايات لما أعلم. فقال له في المنام: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه، في القبر يعني، سقي ماء في هذه، أشار إلى ماذا؟ في هذه عند إصبعه، قال: في هذه بعتاقة ثويبة، قال وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تريها من الأصابع، يعني بين الإبهام والإصبع اللي هو السبابة يوجد مثل الحفرة النقرة، قال سقي هنا، هذا كلام في المنام. وأبو لهب كان شيطان في الدنيا، ممكن جاء الشيطان في المنام، هو شيطان في الدنيا وكافر ومشرك في الآخرة، ومن يعني ممن توعده الله عز وجل بالعذاب الشديد. ما أغنى عنه مال، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال هكذا ذكره ابن كثير من تمام زيادة البخاري، ولكن يقول شيخنا الألباني ليس عنده، يعني ليس عند البخاري قوله، ولكن ليس عنده قوله وأشار إلى النقرة. فهذا صح، يعني تفسير هذه لم يوجد في رواية البخاري، وإنما هي في رواية الإسماعيلي كما ذكره الحافظ بن حجر وغير الإسماعيلي كذلك مثل البيهقي. قال وإنما حذفت هذه الزيادة، يعني كل الزيادة فلما مات أبو لهب، لأنها ليست على شرطنا، فإنها أولا مرسلة من قبل عروة، وإن كان الحديث في صحيح البخاري، لكن الذي في الصحيح المسند، الحديث المسند، لكن هذه زيادة على المسند، وهي من رواية عروة عن أناس لم يدركهم، رؤية بعد ما مات، يعني هذا الأمر لم يكن مولودا وقتها عروة، وهذا مرسل. فقال شيخنا الألباني رحمه الله: وثانيا أنه لو فرض ثبوت وصله إلى الرأي، يعني حتى لو عروة قال حدثني فلان من آل أبي لهب، قال فهو مجهول، فلا حجة في خبره، من هو هذا؟ هل صحابي ولا غير صحابي؟ وثالثا أنها رؤيا منام فلا قيمة لها، لا سيما في مثل هذاك الكافر أبي لهب الذي أنزل الله في ذمه تبت يدا أبي لهب. ولذلك قال الحافظ يعني ابن حجر في شرح في شرحه فتح الباري، قال وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، لكنه مخالف لظاهر القرآن، قال تعالى
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طبعا هذا الكلام هنا ينتبه إلى أن الرؤية فيها أنه في القبر ليس في الآخرة، يعني هذا فقط في القبر، ما ذكر أنه في النار يسقى، إنما الكلام أنه وقع له في القبر. وطبعا هذا رؤية منام ليست حقيقة. قال: وأجيب بأن الخبر مرسل، هكذا قال الحافظ ابن حجر، أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به، وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه، ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به، وثانيا على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، مخصوصا من ذلك بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى الضحضاح. طبعا هنا يقصد أنه لو صح هذا فإنه قد يكون خاص مثل ما حصل لأبي طالب، لكن أبو لهب كان من أشد الناس عداوة، ولم يذكر عنه في النار أنه يخفف عنه لا يوم اثنين ولا غيره، فأبو لهب لم يصح بوجه من الوجوه أنه يخفف عنه شيء من العذاب، لكن ذكر في القبر أنه سقي، ما قيل يسقى، سقي يعني مرة واحدة وفي النقرة وفي القبر، وهذه رؤية منام لا يثبت بها حكم، ولا يستثنى مثل ما استثني أبو طالب، لأن أبو طالب كما استثني أبو طالب، لأن أبو طالب يعني ساعد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ووقف معه ضد قومه، فلذلك فرق وشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، فصار في ضحضاح من النار يلبس نعلا فيهما جمرتان، وفي ضحضاح من النار يغلي دماغه منها، فهذا أقل أخف أهل النار عذابا. ثم قال شيخنا رحمه الله الألباني: وأما ما ذكره الشيخ أبو زهرة أن ثويبة كانت أول من أعلم أبا لهب بولادة ابن أخيه محمد فأعتقها لهذه البشرى الكريمة، فمما لا أصل له في الرواية، وإنما علقه المؤلف تعليقا بدون سند، يعني ورد أو ذكر بعض القصاصين أن أبا لهب لما جاءته ثويبة وأخبرته أن محمد أنه آمنة بنت وهب ولدت لعبد الله زوجها ابن محمد عليه الصلاة والسلام، من الفرح أعتق ثويبة، هذا غير صحيح ولا يثبت، وأنه نظير هذه يعني الحسنة من أبي لهب خفف عنه، لكن هذا لا يصح ولا أصل له، وإنما الثابت أو يعني الأشهر هو أنه أعتق ثويبة، وأن هذا بسبب عتقه لثويبة ليس بسبب أنه أعتقها لميلاد محمد عليه الصلاة والسلام، لا هو أعتقها يعني أحسن إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم ثويبة، ولم يذكر أحد من العلماء المتقدمين شيئا في إسلام ثويبة، وأول من ذكر أنها صحابية هو ابن مندة، وتبعه بعض العلماء وأنكره آخرون، فالعلماء مختلفون في إسلامها، فلم يثبت في إسلامها شيء، والله تعالى أعلم. طيب، بعد هذه القصة المتعلقة بثويبة أنها أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ثابت في الصحيحين، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر مرضعته حليمة السعدية، وهذا سيكون إن شاء الله تعالى بداية الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.